السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم غادي نديرو هاد الحامله الاقلام اللي طلبوها المعلمين من التلاميذ. انا المعلمه قالت لبنتي، قالت لها خدموا حامله الاقلام باش حطوها في المدرسه، حطوا وحدهم في المكتب في المقعد تاعهم. هي قلت تخدمها لها على شكل نحله، تبعوا معايا حتى لاخر الفيديو باش تفهموا كيفاش خدمتها، و الا كانوا الاطفال راهم يتبعوني تاني تفرجوا حتى نهايه الفيديو باش تفهموا كيفاش خدمتها. هنايا جبت هذاك الرولو تاع اللي شفتوه تاع القماش، ولا رولو تاع بابي فيل، ولا رولي تاعك شغل لفته بهذاك الفوده تاع السكوتش اللي وريتها لكم في اللايف وفهمتكم عليه. ولا ما عندكش الدا ولا الفوده، ديري اوراق ملونه لون اسود، ماشي لازم الدا. عفوا سامحوني على الصوت تاعي، لا غالب راني مريضه. درت هذيك القاعده من تحت كيما شفتوا، دوبليت القماش ودوبليت الاخر الدا هذاك. ولا درتو الورق، ديروا كرتون احسن كرتون وغلفوه ولصقوه من تحت في القاعده. هنا جبت الورق الاصفر، اللون الاصفر. هنا نحتاجو الاوراق الملونه، هذا مكان. انا برك درت الدا في الاول، عندي الدا في الدار قلت نديره، ما عندكمش ديروا الاوراق الملونه اللون الاسود. هنا ديت 1.5 سنتيم والعرض، ورسمت شريط هكا بهذه الطريقه وقصيته. هنا غادي نخدمو قلت لكم نحله، تبغوا تخدموا شكل فراشه ولا اي شكل اللي تبغوا ديروه. اعطيتكم هذه الفكره تاع النحله، الا عجبتكم ديروها لولادكم ولا الاطفال خدموها وحدكم تاني سهله. هنا غادي ندير هذوك الخطوط تاع النحله اصفر، نلصقهم بالمسدس الشمعي. ولا ما عندكمش هذا، هذا لازم الكبير يخدم به، ولا كانوا الاطفال ديروا غير بالغيره. الا درتوا الورق اسود من تحت، غادي تستعملوا غير الغيره فبرك هذاك الابيض، ما ديروش كاع الكولا كيما انا، هذا خطر على الدراري، حاجه باينه ما يخدموهش وحدهم. درت انا 3 تاع الصفوفه كيما هاك، لصقهم بالمسدس الشمعي كيما شفتوا، غير ملي راني دايره الدام من تحت كون دايره الورق الملون ورق اسود، ما ديرش مسدس الشمع، دير غير بالغراء كيما قلت لكم. غادي تزيد ثاني الشريط الثالث، ما قديش واحد، زيد ثاني لصقه. هاد الاعمال اليدويه هادو من الاحسن نعطوهم للاطفال يديروهم. انا بنتي بغات تخدمها بصح قلت لها خلي انا نخدمها لك، ومره اخرى ديريها روحك انت. ديجا راهي خادمه وحدين بصح ماشي فور عليها، على قدها وصاي تقرا سنه ثانيه. خدمت وحدين الروحه بصح غير بالاوراق، ما درتهاش يعني في ليا مليح مليح على حساب لاش تاعها وحساب الذكاء تاعها، يعني غير تما. انا بغيت نخدمها معاكم باش نعطيكم الفكره. هنا درت هذا الشكل تاع الجناح كما راكم تشوفوا، نص قلب. الا ما عرفتيش تخدميه ديري قلب وقسميه على كشو، ما تكمليهش ما تبلعيش القلب. هنا خدمت استعملت هذا الكرتون الابيض اللي تاني وريته لكم في اللايف السابق، فهمتكم عليه هذا الكرتون الابيض. ما عندكش هذا الكرتون الابيض ديري كرتون عادي، المهم ما يكونش غليظ بزاف شويه. هذا وغادي نزيد الغلفه بالورق الابيض. نعاود نرسم في الجهه الثانيه، ندي وحده ونعاود نرسم كيفها في الجهه الثانيه، نقلبها ونرسم باش يجوني كيف كيف. نقصهم بهذه الطريقه وزيد نغلفهم بالورق الابيض، ورق عادي فاتيه فاتسات. ندير لهم هنا بالكولا ديك البيضه ونلصقهم. قادرين من البداية تخدموا غير بهاد لاكول البيضاء، ماشي شرط من مسدس الشمع، يعني ماشي شرط بالسيليكون، غير بالكولا هاد البيضاء وتخدموا بها. يعني حاجة يقدروا يخدموا بها الأطفال ويقدروا يصنعوها غير وحدهم. هنا لصقتهم ونعاود تاني نقص على حسابهم ونلصقهم في ظهر هاديك العلبة باش ندير لها جناح.
هنا لصقتهم في الخلف كما شفتوا بالكولا، غادي ندير لهم شويه هنا تاع الكولا هذه ولصقهم. قلت لكم تقدروا ديروا بالغير الابيض، ماشي لازم هكايا. دير لهم هذا الجناح تاعهم، شوفوا كيفاش بدات تبان الشكل تاعها. دونك غادي نخدم الفوم والعينين وهذوك القرون الاستشعار. هنايا الفوم اما تخدموا هكا ترسموا وحدكم وتلونوه باللون الاحمر، ولا عندكم اي حاجه تاع الدراري في الدار ديروها. انا كانوا عندها هذا كما شفتوا تاع الايموجي اللي يسقوا في الحيط، قلعت منهم قصيت منهم الشكل تاع الفوم، وغادي نزيد ثاني نقص منهم العينين ونلصقهم. ما كانوش عندكم ديروا بالورق ابيض وفي وسطه ورق اسود دويره صغيره، وانتم تحصلتوا على العينين. هنا غادي نخدم قرون الاستشعار. غادي ندير جوج تاع الشريط هكا رقيق، يعني رقيق بزاف، غير خطوط هكا صغار، ونغلفهم بهذا الكرتون، ونغلفهم تاني بهاد الدا اللي شتوه تاع السكوتش. بعد داكش هاد الدا بصتي كيفاش تغلفيهم، لوني باللون الاسود. بعد داكش اللون الاسود ديروا الورق الاسود وقصوهم هكا شريط رقيق يعني صغير رقيق، غير باش ديروا قرون الاستشعار تاع الدحلة. غادي نلصق فيها واحد الاستراس بالفوق شكل دوري باش يعطينا شويه تاني هكا جبال يولي تولي شابه. تبعوا معايا حتى الاخر، دوك شوفوا الشكل النهائي تاعها ونحطوا فيها الاقلام، شوفوا كيفاش خرجت. هذا هو الشكل النهائي تاع هاد الحابله الاقلام على شكل نحله. خدمتهم غير بال هذاك الرولو اللي شفتوه اللي يبقى اما بالقماش ولا بالرولو تاع البابيي فيل، ولا تخدموا بها حابله اقلام. ان شاء الله تكون عجبتكم. الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.